هذا البحث كتبه شيخنا الحبيب بعنوان تحديات الأسرة المسلمة في الغرب السويد نموذجا. هذا البحث الطيب فيه من الفائدة والخير الشيء الكثير، وهو بحث لا أظن أنه يوجد مثله في الوقت الحالي. وكما قلنا نحن وكما قال شيخنا، نحن بحاجة إلى عمل على الأرض، يجب علينا أن نتدارك الواقع قبل أن نقع في أشياء لا نريدها. الخطب جم والمسؤولية كبيرة، ولا بد لكل رجل لديه غيرة على هذا الدين أن يقوم بواجبه وأكثر من ذلك إن استطاع. هذا البحث نريده أن يصبح آلية عمل على الأرض، نريده أن يصبح مشروعا مطبقا. فأنا أهيب بأصحاب الهمم منكم، ومن لديه أي قدرة على أن يحول هذا البحث إلى آلية عمل أو إلى منظمة أو إلى مشروع، نحن نريد أن يطبع، ونريد أن يتخذ كوثيقة وكمرجع لكل من يعمل في مجال أسري في هذه البلاد. فهبوا هبوا هبوا لتقوموا بما يرضي ربكم وبما تحافظون به على أسركم وعلى أولادكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بختام هذا القول لا يسعني إلا أن أشكر شيخنا الحبيب، بارك الله فيك يا خير، جزاه الله خيرا، أعطانا من وقته رغم ضيق الوقت، وأعطانا من جهده ومن خبرته، كل ذلك خدمة لعباد الله من أجل مرضاة الله. نسأل الله أن يتقبله منكم يا مولانا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وإياكم يا الكريم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. ولنا إن شاء الله لقاءات في المستقبل لكي نتابع الموضوع، وشكرا لكم ولحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.